وتقذفني وتقذف عرضي وتسب أمي وأبي وجدي وجدتي حتى الجد العاشر. كنت قد جهزت رسالة أتلطف بها ونقلت لهم فتاوى لذلك الرجل من موقعه موجودة إلى الآن تبين أنه لا بأس أن يوصف بما وصف به، وهو ليس سبا إنما هو وصف حال، وكنت أرد بها عليهم. اتصلت على بعضهم اتصل به فلا يرد، وبعضهم ربما سب وأقفل السماعة. اتصلت على أحدهم بعدما أرسل قذفا وسبا ومسخا، فسلمت عليه وتلطفت معه، فإذا هو شاب، كيف حالك يا أخي؟ إن شاء الله أنت بخير. قال لماذا تقول كذا وكذا؟ هذا أشرف منك ومن الذين جاءوا بك، أنت لا تساوي كذا. قلت طيب ما رأيك أن يكون هذا الكلام في بيتي وتشرب معي فنجان قهوة ونتحدث؟ قال لا أدخل بيت مثلك. قلت طيب نلتقي في مطعم، الله يحييك أعزمك على العشاء. فلم أزل به حتى التقينا في مكان، فجئت وتلطفت معه وحضرت معي هدية، وقلت له ما الذي تنقده علي؟ قال وقيعتك في هذا الرجل. قلت أنا أسألك سؤالا، أنت ماذا تعتقد في الآن؟ قال أعتقد أنك كافر بالله العظيم، أنت مثل أبي جهل وأبي لهب، ما بينكم فرق، بل هم خير منك. قال لي أنا سأكون صريحا معك ولا تغضب. قلت هذا الذي يعجبني. قلت له أما أنا فوالله لا أرى أنك كافر بالله العظيم، لأني أرى أنك دخلت هذا المذهب جاهلا ولا تعرف حقيقة مذهبك، ولو عرفت حقيقة المذهب لخرجت منه. أنا ما أرى أنك كافر، ولو أنك مت لما نهيت الناس عن الصلاة عليك، لأني أرى أنك جاهل ولا تدري عن حقيقة مذهبك، ودخلت فيه على جهل تظن أنت متأول. قال أنت لو تموت ما صليت عليك لأنك كافر. قلت لماذا تكفرني؟ قال لأنك تكفر عليا وتكفر الحسين وتفرح بمن قتلوه. قلت له والله إني أحب عليا أكثر مما أحب نفسي، وأكثر مما أحب ولدي، وكان معي أحد أبناء الصغار، وإن كنت كاذبا فأسأل الله أن ينزل بي الشلل الآن وبولدي، وأن يبتليني بأحب الناس إلي. والله أني أحب علي أكثر من نفسي، وأحب الحسين رضي الله تعالى عنه أكثر من نفسي، وأحب الحسن، وأحب آل بيت رسول الله صلى الله عليه وسلم، ما بيني وبينهم عداوة، ومن قتلوا الحسين كما تبغضونهم نبغضهم، ونسأل الله أن يرفعه في الشهداء. وخطبت الجمعة عن علي وعن الحسين، وانظر إليها في موقعي إن شئت. فتعجب من هذا الكلام، قال يعني أنت تمارس معي التقية؟ قلت أقول لك أنا أدعو على نفسي إن كنت كاذبا، والله إني صادق. فانتهى مجلسنا. بعدها بأربعة أيام أرسل إلي رسالة قال نريد ألتقي مرة أخرى، فدعوته في بيتي، فجاء إلي ومعه جهاز الكمبيوتر، ثم قال هالمرة الآن مناقشة. قلت تفضل. وإذا هو ضليع في مذهبهم، ليس يعني عنده معلومات، لا يعني أنه من أئمتهم، لكن عنده عدد من المعلومات. ففتح الكمبيوتر قال افتح على موقع كذا، ففتحت، فإذا هذا الموقع يتصيد الأحاديث التي في كتب أهل السنة التي يزعم أولئك أن فيها منقص للصحابة. فقال افتح على أبي بكر، ففتحت على أبي بكر القسم الخاص به، فإذا فيه عدة عناوين من ضمنها أبو بكر يقل أدبه ويرفع صوته ويتطاول على رسول الله صلى الله عليه وسلم، بين قوسين 11 موقفا. قلت في نفسي من أين أحضرها 11 موقف كلها تطاول وقلة أدب؟ قال شوف أبو بكر اللي أنت تمدحه افتح. ففتحت، فإذا هي جماعة ليس 11 موقفا، لا، هي رواية واحدة، هي لما جاء بالأسرى إلى النبي عليه الصلاة والسلام قال أبو بكر يا رسول الله نفديهم نأخذ الفدي، وقال عمر يا رسول الله بل نقتلهم، فاختلف أبو بكر مع عمر فارتفعت أصواتهما على بعض عند رسول الله صلى الله عليه وسلم، فأنزل الله تعالى قوله لا ترفعوا أصواتكم عند رسول الله، ما قال على، إنما عند رسول الله. وإذا هذه الرواية أتوا برواية البخاري ثم رواية مسلم ثم رواية الترمذي ثم وهي نفس النص، وقالوا هذه 11 موقف وهي كذب، هو موقف واحد. قلت له طيب يا ابني هل هذا ذم في أبي بكر ولا مدح؟ قال له ما رفع صوته على النبي صلى الله عليه وسلم، هو يرفع صوته على عمر. قلت صحيح، ثم هل رفع صوته قبل الآية أم بعدها؟ قال قبل الآية، قبل ما ينزل النهي. قلت إذا خرجنا من هذا؟ قال نعم. واستعرضت الباقي فإذا هي كلها شبهات، فدخل معي في عائشة رضي الله عنها وما يتعلق بحادثة الجمل. قلت له يا ابني عائشة
خرجت بنية صالحة للإصلاح بين المؤمنين وحقن الدماء. ثم هي لم تخرج على علي، لم تذهب إلى علي في الكوفة، ذهبت إلى البصرة ونزلت فيها، فأقبل إليها علي رضي الله تعالى عنه لأجل أن يحل المشكلة. لم وهب أنها أخطأت وخرجت مجتهدة، هل هذا يعني أنها كفرت بالله العظيم؟ وطال النقاش بيننا، فإذا بالحق ولله الحمد يظهر على الباطل، لأن باطله زهوق. ثم افترقنا، ثم التقيت بأحد الشباب مهندس كان شيعيا وتسنن، وهو شخص غير مستقيم، يعني حلق اللحية والشارب وعلبة الدخان في جيبه، لكنه كان شيعيا وتسنن، ومع كثرة دعوته لقومه ونقاشه لهم أصبحت المسائل حاضرة تماما في ذهنه. فأخبرته عن صاحبي، قال اجمعني به، فدعوتهما إلى بيتي. فلما جلس فإذا صاحبي المهندس هذا يأتي ويحضر معه كتاب فصل الخطاب في إثبات تحريف كلام رب الأرباب، ويحضر معه ملفات بتصاوير مصورة من بحار الأنوار، من أنوار النعمانية، من رجالات الكشي، من كتبهم، عنده مكتبة كاملة. قال ما أردت أني أحضر مجلدات فصورتها. وجلس مع صاحبي لمدة ساعة وقال له أنا كنت مثلك، نشأت شيعيا، لكني تبين لي أني وجدت آبائي على ضلالة، وأنهم على خطأ، وأني يمكن أن أحب الصحابة وأحب آل البيت في نفس الوقت، وأن علي رضي الله عنه لو قام من قبره وقلت له أنت تعلم الغيب وأنت تجيب المضطرين وأنت سوف من ذريتك من سوف يخرج أبا بكر وعمر ويصلبهم، وأنت لقال لي علي لا والله، بل أنا أحب أبا بكر وزوجت عمر ابنتي أم كلثوم، لما وافقني علي على ذلك. وطال النقاش بينهما لمدة ساعتين تقريبا، ثم افترقا. وفي المجلس الرابع أقبلا وأعلن صاحبي هذا أنه من أهل السنة والجماعة ورجع إلى الحق والخير والدين، والآن له نشاط في الإنترنت في غرف الشيعة يدعوهم إلى السنة وإلى الدين الحق، إلى العقيدة الصحيحة. فوالله العظيم أقول لكل من يسمعني الآن، ولعله يؤول كلامي كما أول كلام سابق لي ولغيري، وربما غير وبدل، وستذكرون ما أقول لكم وأفوض أمري إلى الله، والله العظيم، والله والله إني لأدعو للشيعة في صلاتي بأن يصلحهم الله، وأن يهديهم إلى الحق، وأن يوفقهم إلى العقيدة الصحيحة، وأن يجمعنا نحن وهم على عقيدة واحدة في رسول الله صلى الله عليه وسلم، وفي القرآن الكريم، وفي صفات الله تعالى، وفي عدم الغلو في أحد من الخلق، وليس بيني وبين أحد منهم عداوة شخصية، سواء ذكرت أسماءهم أو لم أذكر. إنما أخذ الله تعالى الميثاق على الذين أوتوا الكتاب لتبيننه للناس ولا تكتمونه، ويجب على من عرف الحق أن يبينه للناس، والواجب علينا أن نكسبهم بأخلاقنا، وأن نتلطف معهم إذا رأيناهم، وأن نحاول نصحهم وتوجيههم، ومن استطاع أن يدخل إلى مواقعهم إلى منتدياتهم أن يقيم معهم علاقة لأجل جذبهم إلى الخير، ولأجل أن يتبرأوا، لا أن يقولوا بألسنتهم فقط كما يقول بعض معمميهم ممن يدعون التعايش، لا، أن يقوله صريحا، وأن يقول ما ذكره صاحبه في حار الأنوار خطأ، وما ذكره في الأنوار النعمانية خطأ، وما ذكره فلان خطأ، ويصرح بترضيه عن صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم وعدم تكذيبه بالقرآن. هذا. وأذكر أن سماحة المفتي العام وفقه الله تعالى لما ذكر أولئك الذين في لندن قال هؤلاء منافقون ضلال، وصدق، فإنهم يظهرون الحب لله ورسوله وهم في داخلهم يريدون هدم الدين. أسأل الله سبحانه وتعالى أن ينفعنا وإياكم بما سمعنا، أسأل الله أن يجعلنا جميعا هداة مهتدين، أسأل الله أن يجعلنا جميعا هداة مهتدين غير ضالين ولا مضلين، أسأل الله تعالى أن يهدي جميع الشيعة إلى الحق، أسأل الله أن يهديهم إلى الحق، أسأل الله أن يصلح عقائدهم، أسأل الله أن يجمعنا نحن وإياهم على عقيدة رسول الله صلى الله عليه وسلم وعقيدة آل بيته الطيبين وأصحابه الطاهرين، أسأل الله أن يجمعنا نحن وإياهم على عقيدة واحدة توافق شهادة لا إله إلا الله محمد رسول الله. اللهم إنا نسألك من الخير كله ونعوذ بك من الشر كله، اللهم إنا نسألك إنا نعوذ بك من منكرات الأقوال والأعمال والأخلاق، ونسألك من خيرها يا حي يا قيوم. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم،
وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، سلام على المرسلين، الحمد لله رب العالمين.